إن الثورة السورية التي يقودها شباب سوريا اليوم هي ثورة الأحرار، ثورة من أجل استرداد الحرية واستعادة الكرامة التي هدرت على طوال 40 عاما بعد أن تسلط آل الأسد على حكم سوريا وحكموها بقوة الحديد والنار. لكن شعب سوريا اليوم بشبابه وأطفاله وحرائره وشيوخه يهب بقلب واحد وبيد واحدة لأجل استرداد تلك الحرية واستعادة تلك الكرامة المهدورة. إن ما قدمه شعبنا السوري اليوم من تضحيات جسيمة على مذبح الحرية لم يقدمها أي شعب من الشعوب في هذا العالم الفسيح الوسيع، لا بل أن شعبنا يذهب ويصاعد من خطاه يوما بعد الآخر باتجاه الحرية. إن ثورتنا السورية هي ثورة العزة والكرامة والإباء بعد أن انتفض الشعب السوري بعد سنوات من القمع والقهر، بعد أن حطم حواجز الرعب والخوف، بعد أن مزق صور الوريث القاصر وحطم أصنام الطاغية الهالك. ها هو الشعب السوري اليوم يسير بخطى حثيثة باتجاه الحرية، باتجاه انتزاع تلك الحرية من أولئك المستبدين الطغاة الذين لم يحترموا إنسانية الإنسان في سوريا، لا بل أنهم أوغلوا قتلا وقمعا وفتكا بدماء وبكرامة الشعب السوري. لكن سوريا وشعبها اليوم الذين يسيرون خطوة تلو الأخرى نحو الحرية سيصلون إلى مبتغاهم الأخير وسينشدون التغيير قريبا جدا عندما يزول حكم الطغاة وعندما تشرق شمس الحرية على كل أبناء سوريا.